فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن الطاعات سبب لينين القلب، كلما أكثر الإنسان من طاعة الله لان قلبه، ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن، لأنه إذا قسى القلب والعياذ بالله ما صار يخاف من عقاب ولا يفرح بثواب، يعني يمر عليه آيات الوعيد آيات الوعد وتكون في قلبه كأن شيء واحد، عاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن القلب اللين يتأثر فرحا بآيات الوعد، ويتأثر خوفا وهربا بآيات الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزان قسوة القلب. إذا رأت القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب ففيه قسوة، نسأل الله العافية.